تحتضن ولاية برج بواريريج الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية للرماية بأسلحتها الصيد والتي تنظمها جمعية تنظيم الصيد وحماية الثروة الحيوانية. هذا وعرفت طبعا مشاركة أكثر من 100 صياد يمثلون أكثر من 20 ولاية، ويناشد الصيادون السلطات بإنهاء معاناتهم مع رخص الصيد وحمل الذخيرة حتى يتسنى لهم التنقل والصيد في مختلف أرجاء الوطن. عمر بوكطا يبعث بالتالي. الهدف تاعنا من تنظيم هذه التظاهرة، الهدف الرئيسي هو إجماع الولايات، إجماع الصيادين، وتعارف تعارف على كل حال، تعارف فيه تنافس، فيه تنافس وتآخي. المشاكل اللي راهو يعاني منها الصياد هي الصيد بدون رخصة وحمل الذخيرة بدون رخصة ثانية. هذه نطلب من المسؤولين النظر في هذا الموضوع، وخاصة الصيد البرميشاس. الحمد لله راهي فوق العشر ولايات هنايا، وراه كل تعارف، والإنسان كما يقولوها المشاكل اللي راه يعاني منها هو الصيد العشوائي هذا. احنا نحوسو تكون عندنا برميشاس باش يكون الإنسان يمشي يروح عند حبابه وين يحب.